أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ظلال الأصيل. اليوم انتقلنا من الريشة والتلوين إلى الموسيقى الحالمة. أهلا بك ضيفنا اليوم أيضا الأستاذ الفنان الخطيب الشفيع. أهلا بك أستاذ الخطيب، شرفتنا كثير في ظلال الأصيل ودارين نتعرف على بداياتك. أهلا بك. مرحب بكم ومساء جميل عليكم. سعيد مساء. إن شاء الله نقضي مع بعض أمسية طيبة ولطيفة إن شاء الله يا رب. أستاذ الشفيع، يمكن حابين نتعرف على بداياتك، متى بديت تغني واكتشفت في نفسك موهبة الغناء؟ والله من يعني نعومة أظافري وفي في في المراحل التعليمية الأولى ويعني إيد مرحلت عبر الدورات المدرسية ومشاركات الأحياء لحد ما جيت الجامعة وأجهزت صوتي في الإذاعة وأجهزت صوتي في المصنفات الفنية وامتدت المسيرة. نعم أستاذ الشفيع، البداية دائما هي ما تلفت الفنان، لأنه لازم يعني يبدأ بالمسموع ولكن أيضا يفكر في إنتاج خاص به. يعني أكيد طبعا فكرت في بداياتك أنك تنتج شغل خاص. أكيد أكيد، أنا يعني دي البدايات المعروفة، يعني كل الناس يعني بتبدأ بالمسموع، لكن يعني في ناس بيستكينوا للمسموع وفي ناس بيجتهدوا وبينتجوا أعمالهم الخاصة. نعم طيب أستاذ الشفيع، يعني إحنا حنبدأ بالمسموع طبعا. أول أغنية حتغني لنا شو؟ نحن يعني الليل أول حلقة الليلة كلها حنغني مسموع، لكن موعودين بليلة إن شاء الله أو بسهرة مختلفة إن شاء الله يا رب. تفضل نسمع مع بعض. اخترت لنا شنو؟ حنسمع في إبنانك نعم الحقيبة. تفضل. نظر طيب يام داعب الغصن الرقيق في بنانا ازدهى الزهور زاد الجمال نظر طيب يام داعب الغصن الرقيق يا المنظرك للعين طيب تبدل الظلمات بنور وتبدل الأحزان سرور وإن شافك المرضى نطيب زاد الجمال نظر طيب يام داعب الغصن الرقيق دنت الثريا بقت قريب بين السلوك في تاني دور بعفتك صنت السفور والحسن والأصل النجيب زاد الجمال نظر طيب يام داعب الغصن الرقيب
دنت الثريا بقت قريب بين السلوك في تاني دور في ثانية كم سطعت بدور وأهلك نوع فريد زاد جماله مضار طيب يم تعب الغصن الرقيب تعجبني والشيء العجيب هادي وأليف ما كنفور بعزتك صنت السفور والحسن والأصل النجيب زاد الجمال نظر طيب يام لعب الغصن الرقيب في الروم يا حبيب راد النسيم حلل المرور بقى أحلى من ساعة السرور وأدق من فهم اللبيب زاد الجمال مضار طيب يام لعب الغصن الرقيب أنا وإنت في الروم يا حبيب راق النسيم من المرور بقى أحلى من ساعة السرور وأدق من فهم اللبيب زاد الجمال نظر طيب يام لعب الغصن الرقيب نظر طيب يام داعب الغصن الرقيب في بنانات ازدهت الزهور زاد الجمال نظر طيب يا مداعب الغصن الرطيب. يمكن إجازة الصوت في لجنة إجازة الأصوات يعني ما حاجة بالنسبة لك سهلة، أكيد كانت حافز كبير. أيوة طبعا كانت يعني امتحان يعني مختلف، لكن يعني الحمد لله يعني قدرت يعني أتجاوزه كده بشكل كويس. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقك شفيع. يمكن مشاركاتك في مهرجان الأغنيات الدورة الثانية والثالثة يعني لها أثر كبير جدا في تكوين شخصيتك، يعني هذه المشاركات حدثنا عنها. هو طبعا المهرجانات يعني بتضيف لك الكثير. نعم. يعني على مستوى انتقائك للنصوص، على مستوى الألحان، على مستوى التنفيذ الموسيقي، وعالي لمستوى الأداء ذاته. فيعني المهرجانات أضافت لي الكثير ويعني بتكسبك يعني ثقة أكبر، يعني معرفة أكثر، يعني
بيخليك تجيف كثير في النصوص وفي الألحان. تجربتك في مشاركتك في مهرجان الشباب العربي والأفريقي يعني الغنائي كيف كانت، خاصة أنك التقيت بمختلف الشباب من أفريقيا وفي الوطن العربي أيضا؟ هو المهرجان كانت يعني منافساته هنا في السودان كانت على ما أذكر في الإذاعة، وكان غايد الأوركسترا أستاذ محمد حامد جوار، كانت بالنسبة لي مشاركة كبيرة جدا يعني مشاركة فيها كمية بتاعت مغنيين، فيها كمية بتاعت ألحان، وحتى شكل الأوركسترا التنفيذ الموسيقي تنفيذ مختلف شديد يعني أوركسترا ضخمة جدا، والغنى ذاته كان منوت مكتوب، فكان يعني تجربة مختلفة واستفدت منها. أكيد استفدت منها كثير. طيب برضو عرفت أنك شاركت في مهرجان الشيخ زايد بالإمارات، أكيد المشاركة دي برضو كان لها إضافة في أنك تتعرف على الإبداع الخليجي بمختلف ألوانه. أكيد مهرجان الشيخ زايد كان العام الماضي في الإمارات، كان في أبوظبي، مهرجان ضخم جدا ويعني فيه كمية بتاع الدول العربية ودول أفريقية. الحمد لله يعني كانت المشاركة مختلفة ومميزة، يعني نحن الشعب السوداني مميزين بغنانا بألحاننا يعني رقصاتنا، فكان بالنسبة لي دي أول مشاركة في المهرجان ده، ويعني بس يعني من هنا بشكر كل الناس اللي أتاحوا لي مساحة المشاركة خلوصة وأريج، فكانت مشاركة مختلفة جدا مختلفة. طيب أستاذ الشفيع، يعني أكيد اللي أنت بتحضر لأنك تمضي للأمام يعني وليس بالغناء المسموح فقط، أكيد لديك الكلمات وبدأت تجهز في الألحان للظهور بشخصيتك المستقلة، يعني إذا أمكن ورينا، هل أنت تنتج الآن أو تجهز لأغاني جديدة تطرحها في القريب عبر ألبوم أو عبر أغنية أغنيتين للمستمع؟ أنا عندي كان أول حفل، أول لقاء جماهيري كان يوم 2/9 الماضي، قدمت فيه كمية بتاعت نماذج خاصة ومسموعة، والآن شغال في ألبوم اسمه أنسى الفكرة مع شركة البروف، أنا من هنا بحييهم، والألبوم حيرن قريب، وشغال في أغنية اسمها وطني عوافي أستاذنا يوسف لمين والحبيب فهد، وكمية بتاعت أعمال أطر النور. ممكن نسمع ولو جزء بسيط حتى لو منك، بس بسيط منها، من وطني عوافي. وطني عوافي، وطني عوافي، دوام مليان بالخير متعافي، وطني عوافي، وطني عوافي، دوام مليان بالخير متعافي. فإن شاء الله أطر النور قريب. طيب حنديك الفرصة تاني تختار لنا من المسموع. كويس، حنسمع مع بعض يا مضفاير قود الرسل ونجي راجعين إن شاء الله. تفضل. يا مضفاير قوتي رسم واهتو فيه فليحيا الوطن، يا مضفاير قوتي رسم واهتو فيه فليحيا الوطن، أصوات فوق الرقاب كالرصاص وكان بالحراب،
البدور عند الله ثواب. البدور عند الله ثواب اللي ضحي وياه بالعقاب واهتفي فيحيى الوطن. ما بتشوف الذل والهوان مصدمانا وعقب امتهان. ما بتشوف الذل والهوان مصدمانا وعقب امتهان. غنمونا وحفظوا الأمان. غنمونا وحفظوا الأمان بالنبابيك والخيزران واهتفي فليحيى الوطن. انت غالية وهم رخصوك، انت سمحة وهم وسخوك.